يسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك معنا. طيب خلينا نبتدي. منظمة الصحة العالمية تنصح بلقاح لفيروس الورم الحليمي البشري في سن ما بين 9 إلى 14 عاما، صحيح؟ أخبرنا أكثر، لماذا هذا اللقاح؟ أنا سمعت عنه أثناء تحضيرنا لهذه الفقرة، لماذا لا نعرفه؟ لماذا هو غير شائع؟ هلا هو فعليا بيوصل عمر 26 سنة وحاليا مدده لل 45 سنة، يعني مش بس بين 9 و 12 سنة. الوقاية الأساسية هي عند حكيم الأطفال بين 9 و 12 سنة، بس عند الستات اللي ما أخذوا هالوقاية هاي بضل فيهم ياخذوها اليوم لعمر 45 سنة. ليه ما في ليه شيء جديد؟ مع انه عمره 10 سنين واكثر، لانه ما في عليه توعيه، ما في عليه اضاءه، واهم شيء يمكن منه اولويه. اليوم وقت بيكون في اولويات يصلوا من اولويات حسب قد ايه هالشيء له انعكاس على العالم. الانعكاس على العالم له علاقه بالبلاد، البلاد المتطوره هيدا علاجوه بقى حاليا ما عاد اولويه. نحن عندنا اولويات ثانيه، المشاكل الاقتصاديه الاجتماعيه غيره ما عم بتضوي على هالامور الطبيه. واليوم هي يمكن من اهم الفرص انه العالم يصير عندهم خبر بهالوقايه هي. الوقايه مش بس طعم، يعني في فيروس عم بيجي عند مريضه وبيقطع خلال اكثريه الاوقات بعلاقه جنسيه، اوقات بيطلع بغير علاقه جنسيه باستعمال الكفوف منا نظيفة أو هي الطبية منا نظيفة ممكن، بس بيبقى الشيء الأساسي هو بالعلاقة الجنسية. طيب نحن تنجنبه أو بده يصير فيه بالعلاقة الجنسية مثلا استعمال واقي حتى الحماية من هالفيروس هاي، أو ما يصير فيه علاقة جنسية خارج الزواج يلي هي حاليا اليوم الأمور عم تتغير. يعني واحد ما بده يحط راسه مثل النعامه، الامور عم تغير، يعني صرنا عايشين مثل المجتمع الاوروبي بس بذات الوقت من دون اي حمايه. هاي الحمايه اول شيء بدها تكون بالمعلومات الصحيحه اللي هلا عم نعملها اليوم، والنقطه الثانيه هي بالتوعيه عن السبل الوقايه. الوقايه الاولى هي تجنب هالفيروس مثل ما قلنا، الثانيه وقايه هي تحصين حالنا بالفاكسين اللي هو 3 جرعات، ابره بالعضل 0-2 و6 شهور، يعني ابره اليوم بعد شهرين بعد 6 شهور وقاية مدى العمر. ما بدنا نعمل هاي لانه شوي في كلفه يمكن منه متوفر، مثلا اليوم حاليا بالسوق منه موجود هالطعم هذا. كمان مشكله اخرى، يعني غير حتى اذا تمت التوعيه هو غير متوفر، صح؟ هذه مشكلة أخرى. طيب دكتور ذكرت أنه هو ينتقل بالعلاقة ما بين رجل والمرأة، ذكرنا عن تحصين المرأة، هل هناك نوع من التحصين يحدث أو يحصل أو يكون مطالب به الرجل في هذه الحالة؟ الوقاية يعني الطعم فيه ياخذه الرجل كمان، كمان لأنه الرجل هو الوسيلة اللي عم بيقطع فيها الفيروس. إذا كمان الرجل حصن حاله عم بيخفف هالنسبة. هلأ هو اللي كله سوا وقاية وقاية وقاية، يعني عم نهرب من الفيروس. النقطة الثانية، طيب أخذنا الفيروس شو في عمل؟ هون الحاجز الثالث، أول شغلة التوعية، ثاني وحدة نتجنبه، ثالث وحدة ناخذ الفيروس، والحاجز الرابع شوف قد في حواجز نحن معنا ولا وحدة من هون. الرابع هو التشخيص المبكر، يعني بحال هالست هي أو هالبنت لقطت هالفيروس إذا تشخصت بكير علاجها كثير سهل، ماشي يعني حرق بالعيادة بتطلع القصة خلصة. وإذا لم يتم معالجته قد يؤدي إلى الوفاة. بيوصل لكانسر، لسرطان، والهيدي بتاخذ المدة هي 8 سنين يعني معدل، يعني بين الوقت اللي البنت بتلقط فيه الفيروس لحديت ما يصير في كانسر في 8 سنين. طب دكتور مين المعرضات لالتقاط هذا الفيروس؟ كل الناس معرضة، لأنه حاليا بنسب متفاوتة، يعني إذا في علاقة زوجية ملتزمة وما في عدد شركاء آخرين كتيرة هون عم نخفف هيدا. تاني شغلة هو حسب الصفة، هون حسب الكمية، حسب النوعية، أوقات مع الأشخاص اللي واحد عم بيظهر معهم هون كمان له دور، لأنه الشخص اللي عنده فيروس
الاتش بي في بينقلوا للشريك بطريقه كثير سريعه حتى باللمس بيقطع. الوقايه هون بدها تكون واضحه انه وقت عم نلقط هالفيروس هاي عند اي نسبه من العالم كل الناس هي معرضه، مشان هيك كل الناس لازم تتوقع اي نوع من الوقايه. اول شيء توعيه انه هذا الفيروس موجود وهذا الفيروس في مجال واحد ينحمي منه. ثاني شغله فيك تتجنبه، كيف فيك تتجنبه؟ ما بدك تعمل الفاكسين ما في مشكل، على القليله علاقه محميه. ما بدك علاقه محميه خذ الفاكسين، ما بدك الفاكسين طيب تشيك اب عند الطبيب، بقول لك ما في تشيك اب عند الطبيب اذا ما في زواج. هون عائق ثالث اللي هو المجتمع، انه اذا البنت راحت عند طبيب جراحه نسائيه وتوليد وعملت تشيك اب انه هيدي مثل كانه عيب. طيب دائما هناك هذه المشاكل والعوائق الكثيره اللي بتكون اول ما يكون الحديث عن الصحة الجنسية أو التناسلية للسيدات، دائما ما يكون فيها هذا النوع من المشاكل كثيرة جدا، وهي في كثير من الأحوال يعني تؤدي التأخر في تشخيص فيها كثير من الأمراض، يؤدي إلى مشاكل ومضاعفات ربما العالم بغنى عنها إذا تم اكتشافها بوقت مبكر. والاكتشافها بوقت مبكر محتاجين دكتور تخبرنا عن الأعراض اللي ممكن تحس فيها، هل هناك أعراض؟ ما هي الخطوره فيها انه ما في اعراض، مرض صامت. هلا الفيروس نوعين، في نوع اللي بيعمل توليل بيكون شكله كثير بشع، هيدا ما بيعمل كانسر. في نوع ثاني ما بيعمل توليل، هيدا بيتخبى، هيدا خبيث، هيدا اللي بيعمل كانسر. هلا نحن رقمناهم، يعني عدد هالفيروس هيدا في فوق ال 100، نصهم بيصيبوا الانسان، اللي بيصيبوا الانسان مقسومين لفئتين، فئه بتعطي كانسر وفئة ما بتعطي كانسر. الفئة اللي بتعطي ما بتعطي كانسر بتعطي التوليل البشع بالايدين وغير محلات. الفئة الثانية اللي بتعطي كانسر هي بتتخبى وما بتبين ولا بتعمل أي مؤشر. هلا إذا صار في كانسر، صار في تغير بالخلايا، هون خلال العلاقة الجنسية ممكن تشوف دم بعد العلاقة الجنسية. هيدا العارض الأساسي اللي بيدلنا إنه في مشكلة بعنق الرحم. مشكلة بعنق الرحم ممكن مش على طول كانسر، ممكن في التهاب، بس على القليلة صار في مؤشر لواحد لوجود وضع غير طبيعي، يركض يشوف طبيب. المشكلة انه اكثرية الاوقات ما في عوارض، يعني بتكون القصة صارت كثير متقدمة وبعدها الست، وعادة صبايا هول، ما عم نحكي بعمر متقدم. نعم دكتور، إذا تحدثنا عن سرطان الثدي دائما ما تكون هناك حملات للكشف المبكر. نعم. وللفحوصات. لدينا اليوم سرطان مختلف ولكن هو أيضا جدا خطير، لأي درجة مهم الكشف الدوري وهو شيء لا يتم الحديث عنه أبدا؟ بالعكس أحيانا في حال وجود مشكلة كما تفضل دكتور، في حال وجود مشكلة واضحة ولديها مؤشرات هناك عيب من زيارة الطبيب النسائي، خاصة في حالات معينة إذا كانت الفتاة غير متزوجة وإذا كان كثير من لأي درجة مهم الكشف الدوري ومن أي عمر تنصح به؟ دائما ما بيهمنا أنه نوعي الناس للصحة الجنسية للنساء والمحافظة على صحتهم. حبيت أنك ربطتي سرطان الثدي بسرطان عنق الرحم. هيدا شيء جيد جدا أساسي، لأنه فيها نستفيد من سرطان الثدي لتشخيص سرطان عنق الرحم. اثنيناتهم في عندهم طريقة مسح، يعني قبل ما يبينوا العوارض فينا نكشف على كل العالم بالماموغرافي بالأشعات نشوف إذا الست عندها سرطان ثدي. السيدة ابتداء من العمر الأربعين سنة، عظيم. كمان سرطان عنق الرحم في له مسح كتير سهل، ناخد مثل خلايا صغيرة بالقطنة من عنق الرحم ونبعتها على الزرع، هيدي هي القصة كتير سهلة. مثلا أعطيك شيء، يعني بالعكس الخزعة أو أخذ الخزعة في حالات شك في سرطان الثدي جدا صعبة ومؤلمة بتكون، ولكن هون كتير سهلة. يعني بتاخذ القصة دقيقة. خليني أعطيك اكزامبل تالت، يلي مثلا سرطان المبيض ما له فحص مسح، ما فينا شخصه، ما في فحص دوري بينعمل لنشخصه ببداياته، ما في.
الفحص بيتم طيب. بعد إزالة الخلايا العملية وخلصنا. وهيدا هو the most killing cancer، هو المبيض. السرطان الثدي هو الثالث، يعني أكثر شيء المبيض، بيرجع البطانة تبع الرحم، بيرجع عنق الرحم، هو ثلاثة كنسائي. الثدي وعنق الرحم ممكن الوقاية منهم وتشخيصهم مبكر، هذا التشخيص المبكر. هو اثنين في إلهم تشخيص مبكر، أول واحد بالأشعة تبع الثدي ماموغرافي، والثاني هو بالفحص الإزازي. إذا متى تنصح بها؟ أول بعمر 20 سنة وطلوع، إذا في علاقة مفروض ينعمل الفحص الإزازي، خلينا نهين الأمور. لا يمكن إذا بتخوي فحص إزازي خلينا نقول فحص مسح عن الرحم، لأنه ماشي هي بالقطنة، هي فعليا مسح ياخذ الخلايا هاي، ما عم بياخذ خزع، ما عم بياخذ جتشي من الهيدا، ما عم بيعمل شيء، ما في دم، ما في وجع، ما في شيء. هيدا زمان كان ينعمل بشكل سنوي، اليوم غيرت الأمور، اليوم صار بينعمل كافي، ينعمل بشكل كل 3 سنين مرة. هلا إذا عم ينعمل الباب تيست يعني المسح، إذا عم ينعمل التايبينج يعني تشوف أي نوع اتش بي في، هذا كل 5 سنين تعمل فحص مرة، صفى ما بقى في عائق. طيب العلاج دكتور، حتى لا يدهمنا الوقت، العلاج تحدثنا عن الكي، ذكرت الكي أو الحرق، ما هي العلاجات الأخرى المتبعة أو هذا هو سبيل العلاج؟ العلاج له علاقة بقديش الأمور هي متطورة. تمام. هلا إذا منيخو هي القصة مثل بيراميد، مثل هرم بالكعب، هن كل الناس اللي أخذوا الـ HPV، بس الناس اللي راح يصير عندهم كانسر إنه 1%، في 5% راح يصير في عندهم تغيرات بالخلايا قد تؤدي الى كانسر، تحولها الى خلايا نحن خبيثة. بدنا ناخذ هاي الفئه اللي بالنص وهيدا المسح والاخر حتى نتجنب هال1% اللي بده يصير في عندهم كانسر. العلاجات بتختلف انا وين بالهرم، اذا انا بالكعب يعني في بس HPV هون مراقبه بتكون كافيه، اذا في تغيرات هون بده يصير في لها حرق او شيل خزعه، يعني تنظيف هالمنطقه هاي اللي هي مصابه. إذا وصلنا للكانسر هون في عندي حلين، إذا النسبة الكانسر نازل بقلب المهبل أكثر من ثلثينه ما بقى بينعمل عملية، هون بينعمل بس أشعة. إذا الكانسر بعده عالي، بعده بس ضمن ضمن عنق الرحم، هون ممكن ينعمل عملية. إذا بينعمل عملية شيء منيح منه عاطل، إذا تقدم كثير موضوع ينعمل عملية بصير ينعمل بس أشعة. نعم، إذا كل الخيارات هي مطروحة وبالتأكيد تترك لتقدير الطبيب بعد الفحص ومعاينة المريضة، ولكن الأهم واللي ممكن المريضة هي تعمله أنها تهتم بصحتها وأنها تقيم هذه الفحوصات الدورية للوقوف على أي تغيرات وإن كانت طفيفة، لأنه دائما الكشف المبكر، اكتشاف الأمراض المبكر، علاجها في وقت مبكر يعني الشفاء منا أو نسب عالية جدا للشفاء. شكرا جزيلا لحضورك معنا، الاختصاصي في جراحة نسائية والتوليد دكتور جورج جارد، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا لك.